يسعدنا ويشرفنا اليوم أن نأتي إلى مديرية الشعيب لافتتاح مدرسة القزعة التي تم إعادة ترميمها من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، تواصلاً لافتتاح المشاريع المنجزة لهذا العام المقدمة والممولة من قبل الهلال الأحمر الإماراتي. طبعاً نحن في قطاع التربية والتعليم نحظى بالنصيب الأكبر في الدعم المقدم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. لا يسعنا إلا أن نشكر في البداية الهلال الأحمر الإماراتي وشعب وقيادة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم الصحي لنا في هذه المحافظة، محافظة الضالع. ما لاحظناه اليوم هو إنجاز كبير جدا، ويعود الفضل بعد الله للأولاد زائد. قل لهم ألف شكر، ألف خير لكرمهم لما يبذلوه في المناطق المحررة في الجانب الإنساني والجانب الاقتصادي والجانب العسكري. نقول لهم ألف ألف.